انتوا بتزهقوا من احادية العلاقة؟ يعني انت لما بتبقى في علاقة واحدة واحدة بتحس ان انت كبرت، بتحس ان انت قدمت، بتحس ان انت الوقت في وقت من الاوقات ان انت عايز تفتح باب البيت وتبتدي تصطاد، على حسب بقى جات ايه، بلطية، مثلا عروس، احتمال، يعني يعني كده. عارف انت الاحساس ده صح ولا غلط؟ لا صح طبعا. ليه؟ ليه هو كده؟ ربنا خلينا كده، السوفت وير كده للاسف يعني. لكن احنا بنحاول ان احنا لما الواحد بيبقى متزوج وبيحب مراته وعنده اسره، بيحاول ان هو يظبط الامور دي، بيحاول ان هو يبعد عن الامور دي، يعني بيحاول ان هو يعمل كنترول. تقدري تقولي كده. في ناس بتفشل، ناس بتنجح، ناس بتبقى كده وترجع تاني، يعني في اب اند داون، في بس فوق لازم وتحت. كنترول لازم لان يعني، لو سبت نفسي هروح بقى مع ال، وهو اي حد بيقدر يعمل كنترول؟ لا مش اي لا حد مش كلهم. طبعا، مش اي حد. صعبه، هي صعبه جدا. ايه تركيبه الراجل اللي بيقدر يعمل كنترول ده نسال فيها الدكتور عمرو وجيه، لان هو استاذي وملاذي وهو صديقي، واحنا اعضاء في نفس النوادي طيب يا وكنا في دكتور؟ نفس المدرسه، طب خليه الاول وهو يرد. الكوتش بتاعي دلوقتي. يبقى السؤالين انا وسهير. دكتور دلوقتي السؤالين، هل طبيعي ان كل الرجاله لازم يجي لهم وقت يحس ان هو زهق من علاقه واحده فيقرر ان هو حتى هو في العلاقه دي ان هو يجرب نفسه عشان يحس ان هو صغير طول الوقت؟ لا يعني. طب ليه الرجل متعدد يعني العلاقه؟ هو طبيعي ان يجي له الاحساس ده، طبيعي، بس مش معناه ان هو لازم يخرج بقى يصطاد. تمام، ده اللي مش طبيعي. اللي انا عايزه افهمه، ليه طبيعي يجي له الاحساس ده؟ ما بيجيش للست؟ لا ما بيجيش للست، لان كانت الدنيا باظت لو جات للست. لا بس هي الست عندها قدره اكتر انها تحب واحد بس، لكن اكيد بيجي لها برضه فتره في مش خطور كتير، في العلاقه، مش باستمراريه زي الراجل. الراجل بالظبط طول الوقت الست عماله تحلق عليه عشان خايفه ان هو يروح لحد تاني، لان الست ضعيفه في مجتمعنا بالذات، يعني للاسف في معظم الاحيان ما بتشتغلش ومعتمده تماما على الراجل، وهو اللي بيصرف على البيت وعلى اولادها، فعايزه تحلق عليه بيتهيألي يعني. طب خلينا في الراجل مش الست، خلينا في الراجل. كتالوج الراجل اللي هو بيحب يكافئ نفسه بان هو يدخل بقى في حاله تانية، في حب تاني، ايا مكان. يعني انا شايفهم تو كاتيجوريز، في واحد ده عينه زيغه، انا بعتبره ده معقد، اللي هو لا ينتقل، اللي هو اي حد، ده اي حد، ده يعني عينه زيغه وعاوز يعاكس للمعاكسه ويتعاكس والكلام ده. اوكي. وفي واحد تاني راجل تقيل، له كونيه في المجتمع، عنده كاريزما وكده، فالستات هي اللي بتيجي عليه، هو بيقدر يمسك نفسه بس مش دايما. ليه بقى؟ لو الست اللي معاه في البيت ابتدت تعمل ايه بقى على يعني الست مش تعملش حاجه، بس لا الست يفضل يكون عندها الاهتمام على نفس ايه؟ انا عندي على نفس اللبن. انا عندي يعني اكتر الملل. من حاجه، انا عندي اكتر من حاجه في الحوار ده. فكره ان انت ان الراجل هو لو هو حلو او عنده امكانيات ماديه الستات هي اللي بتجري وراه؟ طبعا لا مش شرط. انا ما قلتش حلو بمعنى حلو، يعني الراجل شكل. الحلو شكلا، امكانيات الماديه الاول، شخصيه، أنا بحس كاريزما، كارير. انا بحس ان الراجل بيلعب، وهنقل حوالي لسيد وهنرجع تاني لحضراتكم. الراجل يا سيد بيبقى حاطط فكره ان هو يجرب او يصطاد بره او يشوف ممكن مين تعجب بيه لمجرد احساسه انه ما كبرش، زي عارف انت موضوع حصانه الحكومه اللي هي بتتضرب لما تكبر، هو طول الوقت تحت ستريس انه يتضرب بالنار عشان كبر. طبعا انت النهارده لما تقفل الربع الاخراني في البطاريه، انت مثلا دلوقتي خلاص شايفه نفسك عديت ال 45 او 46 47، خلاص راح الاهتمام. انا بشوف ده مع الستات اللي بتيجي عندي، بشوف الزوجه الثانيه وهي قاعده عندي في الصالون بتعمل شعرها وبتحاول تعمل مجهود عشان تتجوز حد جديد او بتغير، وبشوف الراجل، انا عندي اكتر من حد من اصحابي كله بيبقى قاعد هو عاوز يعيش، هو الضحكه بتاعته راحت فين، هو ليه بقى عايش في حياه ممله، هو ليه راح في حته هو مش قادر يكمل.